بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلاب. نحاول اليوم بالمحاضرة مالتنا نكمل ما بديناه بالمحاضرة الأسبوع الماضي. بالأسبوع الماضي أخذنا أول نوع من أنواع اللايتنج أرستر، اللي هو أطلقنا عليه رود جاب أرستر، وقلنا هو هذا يعني شكل مالته. أخذناه بالمحاضرة الأسبوع الماضي، قلنا يتكون من عندنا من فجوة هوائية اللي هي تكون محسس تحسس لوجود اللايتنج ستروك. وقلنا أسوأ نوع من أنواع اللايتنج أرستر والمعدات والأجهزة اللي موجودة عليها هذا اللايتنج أرستر نسبيا يكون سعر مالتها غير مكلف. نجي على النوع الثاني من أنواع اللايتنج أرستر اللي هو اكسبلوزيف تايب لايتنج أرستر، أو نسميه بروتكتر تيوب. المكون مالته، احنا قلنا واحدة من ديس ادفانتج كان موجودة او محددات عندنا بالرود جاب لايتنج أرستر، بين قلنا مجرد ان تنتهي الموجة الصاعقة او لايتنج ستروك، القوس مالتنا يستمر بالتوصيل، يعني حتى لو كان التردد الاعتيادي فالاجهزة المعدات مالتنا حتوقع اكو عندنا شورت سيركت، السبب ما عندنا طريقة معينة تحاول تطفينا الشرارة. بهذا النوع مال اللايتنج أرستر الثاني عندنا طريقة معينة في التكنيك معين حاولنا يطفينا الشرارة مالتنا. اللايتنج النوع الثاني تكون من شنو؟ تكون من تيوب انبوب. هذا الانبوب بيقط بينها القطب الاول باللون الابيض، هذا القطب الثاني. القطب الاول باللون الابيض لا زال مستخدم رود جاب، عندي هنا لا زال متحسس لوجود لايتنج ستروك او سيرج عندنا بالشبكة، هو لا زال عندنا الرود جاب. بشنو الاضافة مالتنا؟ هذا القطب حيكون متصل ويا احد اطراف الفجوة مالتنا. هذا الانبوب مالت التيوب يكون جدران مالته متغلفة بنوع من انواع الفايبر. هذا الفايبر المتغلف من عنده هذا التيوب إلى فت قابلية بين السامة. السامة شنو أخذناها إحنا بالفيزياء بالإعدادية؟ هي عملية تحول المادة من حالة صلبة إلى الحالة غازية بدون أن تمر بالحالة السائلة. أو عندنا قسم مواد معينة رأسا تتحول من حالة صلبة إلى الحالة غازية عند ارتفاع درجة الحرارة. الطرف الثاني مال القطب الثاني مال التيوب يكون متصل ويا الجراوند. فإذا صعدنا فولج سيرج وردية عالية، طبعا هاي المسافة احنا ضابطيها على فولتية معينة، إذا تجاوزتها الهواء هنا موجود عندنا يفقد خاصية العزل، صعدني سبارك تنتقل سبارك إلى هذا القطب، خلال هنا عندي فجوة هوائية إلى القطب الثاني وتروح إلى الجراوند. الحسر عندنا السبارك هي أساسا درجة حرارتها عالية، فهذا الفايبر رأسا حيتحول من حالة صلبة لحالة غازية بكمية كلش عالية، الغاز من نوع متعادل مو متأين، فحينحصر بهذا التيوب، من ناحية يكون مغلق من ناحية يكون مفتوح، فحيندفع بشدة خلال أسفل التيوب. أثناء الاندفاع مالته شح يسحب بيها الإلكترونات الحرة اللي تكونت بسبب الارك الشرارة والايونات الموجبة كلها حيدفعها ويا. فمجرد ان تروح عندنا الفولتية العالية هذا الشرارة اساسا تنطفي. شنو السبب؟ لان هذا مكان صار عندي غير متأين. شنو السبب؟ لان فايبر الغاز المتعادل المتكون بسبب تسامي مادة الفايبر بسبب ارتفاع درجة حرارة هذا التيوب، شكو عندنا الكترونات حيد يطردها، بالنتيجة حتكون عندي هنا وسط متعادل ورأسا تنطفي تنطفي عندنا الشرارة. هذا النوع من أنواع اللايتنج أرستر يكون موجود تقريبا أسفل كل خط من الخطوط مالت. الأدفانتج مال هذا النوع من اللايتنج أرستر مو كلش غالي، they are not very expensive. طبعا حيكون افضل من رود جاب أرستر لان يقدر يبلوك يوقف لنا مرور الباور فريكوانسي، يعني يكون عندي تردد الاعتيادي مال الشبكه اللي هو اساسا
بورتي اعتيادية ما شبكة ما حيخليها عندنا تفوت، والنصب مالته حيكون عندنا جدا سهل. المحددات، اول محدد عندنا هذا النوع لايتنج ارستر، كل ما يصير عندي لايتنج ستروك ضربه صاعقه ويشتغل عندنا جزء من هذا الفايبر، شو حيصير بيه؟ يخلص، يتحول من صلب الى غاز، فلازم يعني كل فتره وفتره او اقد مرات اشتغال لازم هذا التيوب عندنا يتبدل، يعني اعتبره احنا فد محدد عندنا. هذا النوع من لايتنج ارستر بنقدر استخدمه بالمكانات المغلقه، يعني داخل محطه او داخل ستيشن، لان يعني هذا الغاز اللي حيتولد من التسامي طبعا غير صالح للتنفس. النقطه الثالثه، فولت امبير كاركترستيك مال هذا النوع مو كلش ملائم بين نستخدمه ويا معدات تكون سعر مالته مكلف. فولت امبير كاركترستيك ان شاء الله نهايه المحاضره اوضح لكم شنو معنى فولت امبير كاركترستيك. نجي على النوع الثالث مال لايتنج ارستر، هو يطلق عليه فالف تايب لايتنج ارستر ونسميه ثيريتي ارستر. بهذا النوع مال لايتنج ارستر شنو المميزه اللي موجوده به؟ لا زال بهذا النوع من لايتنج ارستر الفجوه الهوائيه هي متحسسه، او الاير جاب هي متحسسه لوجود الفولتيه العاليه. الإضافة عندنا شنو؟ عندنا في شيء اسمه نون لينير ريزيستر. نون لينير ريزيستر هاي فد مواد معينة أو سبائك معينة، الصفة مالتها بين تبدي مقاومة جدا عالية للفولتيات القليلة وتبدي مقاومة جدا قليلة للفولتيات العالية، بنطلق عليها نون لينير ريزيستر. احنا المقاومات كلها اللي نتعامل بيها لينير ريزيستر، تبدي نفس المقاومة لأي فولتية، كأي فولتية عالية فولتية قليلة قيم المقاومة الموجودة على أطرافها تقريبا تكون مقدارها ثابت. فهذا النون لينير ريزيستر كما وضحت قبل قليل تبدي فد ممانعة جدا عالية للفولتيات الاعتيادية، هي فولتية الشبكة أو باور فريكونسي، فولتية الباور فريكونسي، وتبدي فد مقاومة جدا قليلة من كون الفولتية مقدارها جدا عالي. هذا المواد او السبائك مطلوع مصنوع عندها هذا النوع من لايتنج ارستر اسمها 3T او قسم ماتروسيل، هي كلها فد سبائك معينة تمتاز بصفة نون لينير ريزيستر. مجموع هاي النون لينير ريزيستر والفجوة الهوائية كلها تكون موجودة داخل فد جسم من البورسلاين، هذا عندي فد اناء من البورسلاين كله يكون موجود بيه ومفروض يكون مغلق، عمود مدخل للأتربة والأوساخ والرطوبة وتأثر لنا على الفولتية اللي ينهار بيها الفجوة الهوائية. طريقة العمل مالته قلنا لا زال الفجوة الهوائية هي متحسس لوجود الفولتية عالية، مجرد أن عندي فولتية عالية حتمر خلال هذا الهواء حيفقد خاصيات العزل، يصير عندي سبارك، الفولتيه حتوصل الى النون لينير ريزيستر فحتبدي مقاومه جدا قليله فيمر التيار من خلاله. مجرد ان الفولتيه مالتنا ترجع اعتياديه المقاومه هاي حتبدي ممانعه جدا عاليه، فبالنتيجه الفجوه الهوائيه او السبارك مالتنا حيبدي عندنا يوقف. هاي طريقه العمل وفكره هذا النوع الثالث من لايتنج ارستر. شنو الادفانتج مالته؟ يوفر لي حماية جيدة للمحولات والمن الى الكابلات. نوعا ما الشغل مالته كل سريع اذا الزمن تقريبا اقل من الثانية. المحددات مالته شنو؟ مرات يفشل هذا اللايتنج ارستر بان يتحسس الفيري ستيب ويف فرونت تايم. فرونت تايم قلنا هذا الزمن، هذا هنا عندنا في النموذج اللايتنج ستروك، لاحظوا هذا فرونت تايم الزمن اللي اخذناه بالمحاضرات الماضيه. فكل ما يكون هذا ستابلنس يعني يكون ارتفاع انحدار مالته جدا شديد، مرات هذا النوع من انواع اللايتنج ارستر يقدر يتحسس لهذا الارتفاع الشديد، او الموجه مالتنا احتمال تعبر
إلا أي ثينك أرستار هو بعد لحد الآن ما فتح وقدر يمتص الفولتية والتيار والإنرجي موجودة بالموجة يوصلها إلى الجراوند. الديسادفانتج الثانية الموجودة أو المحدد الثاني موجود هذا النوع باللايتنج أرستر، مرات الرطوبة هذا ما حيكون جدا محكم مرات، بالنتيجة احتمال تدخل رطوبة من خلاله، لأن عندي هنا توصيل كهربائي، عندي سلك يدخل من خلاله، احتمال منطقة التوصيل مالتنا ما تكون جدا محكمة ويدخل الرطوبة إلى داخل الجسم الخزفي اللي هو موجود بداخل المكونات مال اللايتنج أرستر. رطوبة حتأثر لنا على الفولتية ينهار بيها الهواء، فبالنتيجة قراءاتنا أو الشغل مالتنا ما حيكون بصورة جيدة. نيجي على النوع الرابع مال اللايتنج أرستر، هو ميلت أوكسيد جابلكس أرستر. هذا النوع الوحيد أو اللي احنا هناخده اللي هو أساسا ما بي جاب، كل الأنواع اللي أخذناها رود جاب، 3D، الفالف تيوب ارستر، كلها كان بيها المتحسس لوجود الفولتية العالية او للويف مالتنا او فولت سيرج هو الفجوة الهوائية. بهذا النوع لا، هذا النوع من اللايتنج ارستر اللي بالسبعينات تقريبا اليابانيين هو اول من صنعوه او اكتشفوه اخترعوه. المكون الاساسي مالته هو فد اليمنت مصنوع من اكسيد الزنك، تقريبا أكسيد الزنك 90% من مكونات هاي السبيكة، إضافة إلى أكاسيد معادن أخرى. المميزة الموجودة بهاي النوع من السبيكة فد إلى خواص نون لينير ديسر جدا ممتازة جدا ممتازة. شنو المكونات؟ مجرد هو سبيكة موجودة أو مصنوعة من أكسيد الزنك ومعادن أكاسيد معادن أخرى، وأعلى هاي السبيكة عندي في الطبقة فيلم معدنية، وأسفلها عندي طبقة معدنية أخرى. الطبقة المعدنية بالأعلى متصلة ويا اللاين، والطبقة المعدنية بالأسفل متصلة ويا الجراوند. هاي النون لينير ديستر تبدي في مقاومة جدا عالية للفولتيات الاعتيادية، في مقدار التيار يمر من خلالها صفر. مجرد أن ترتفع الفولتية بسرعة جدا عالية يصير عندي أوبن سيركت أو شورت سيركت، يمر من خلالها التيار والفولتية العالية يوصل الى الجراوند. ادفانتج مالته سمبل كونستراكشن، تصميماته جدا سهل، الها قابلية هاي المادة ان تمتص انرجي او تمر من خلالها بدون ان يصير بيها مشكلة. الافضل نوع من انواع السيرج بروتكت، تحمينا المعدة. مور ستيبل بروتكتيف كاركترستي، خواص مالته يكون عندي مستقرة. هذا النوع طبعا هواية افضل من 3T ارستر. نرجع لهذا الرسم، قلنا لكم من خلال المحاضرة عندنا في شيء اسمه فولت تايم كاركترستيك، وعندنا فولت امبير كاركترستيك لكل لايتنج ارستر. شنو المقصود بي؟ لحظة شباب، بس هذا عندنا فد فولت تايم كاركترستيك فد واحد من انواع اللايتنج ارستر. هذا خط الغامق، بعدين يصير عندي منقط ويستمر، هذا هو الموجه الضربة الصاعق. هذا الكاركترستيك مال فد نوع من انواع اللايتنج ارستر يوضح لنا، يقول لنا بهاي النقطه بهاي الفولتيه شو يصير عندنا؟ يشتغل اللايتنج ارستر، يبدي يحاول يمتص الموجه او يوصلها، عفوا يوصل الموجه الى الجراوند. يعني يحتاج هذا الزمن، اذا سقط هنا هل قد يحتاج زمن؟ يعني هاي النقطه اذا سقطها على محور الزمن هنعرف الزمن اللي يحتاج الموج اللايتنج ارستر يلا يشتغل، وبهاي الفولتيه. بس احنا خلينا نعرف شيء جدا مهم، بين هذا الجزء من الموجة عبر اللايتنج أرستر هو بعد ما مشتغل، يعني استمر بالمسير مالته، شحيل يلقى قباله معدات احتمال يصير بيها مشكلة. بس هذا الجزء الأكبر من الموجة هاي فولتية جدا عالية قدر رأسا يوصلها وين؟ إلى تقريبا فولتية جدا قليلة، وصلها إلى الجراوند. احنا عندنا قسم لايتنج ارستر يحتاج زمن كلش قوي يلا يبدي يشتغل، احتمال يشتغل بهاي النقطة
اللي يصير عندنا شنو؟ بين هذا الجزء مال الموجة كله يعبر اللايتنج أرستار ويستمر بالمسير على اللاين، وبعد الموج اللايتنج أرستار عندنا ما مشتغل. فالكل لايتنج أرستار إلا فد فول تايم كاركترستريك يختلف عن الثاني. كل ما كان الزمن يحتاج أن يعني يشتغل أو يتحسس الموجة أسرع، هذا اللايتنج أرستار يكون عندنا صفات مالته جيدة. هنا أنا شي مثلنا شو علاقة بين الفولتية والتيار اللي حتمر خلال اللايتنج أرستار؟ يعني المرة عندي تيار باللايتنج أرستار، هم يصير عندي ارتفاع بالفولتية على أطراف اللايتنج أرستار. فلكل لايتنج أرستار فد فولت أمبير خاص بي. هذا يجي ويا كل لايتنج أرستار تجي خواص مالته والشيت اللي يكون موجود من عنده. نجي هسه على شنو نوع ثاني من اللايتنج أرستار. مثل ما وضح لكم قبل قليل، قلنا بين كل لايتنج أرستار إلى فت خواص معينة. قلنا هذا يشتغل بهذا الجزء، قسم يشتغل بهذا الجزء، فعند قسم من الموجة إنه يعبر لايتنج أرستار ويستمر بالمسير على اللاين، هذا حيكون سبب بنشوفه عندي معدات حصر بيها عندنا مشكلة. فلازم احنا عندنا فد أجهزة ومعدات تقدر تقللنا من فشي. كل ما كان طبعا الستبنس أو ارتفاع كلش عالي مال الموجة يحتاج زمن فترة زمنية جدا قصيرة عم يوصل بانحدار كلش عالي، المشكلة حتكون عندنا أكبر. فعندنا نوعية أخرى من الأجهزة نسميها سيرج أوبزيفر، امتصاص السيرج مالت. والدليل على التعريف مالته is a protective device، جهاز حماية، which reduces the steepness of the wave، يقللنا من هذا الارتفاع جدا عالي بالموجة مالتنا بالفرونت تايم عن طريق شنو؟ امتصاص الانرجي الموجودة بها. بنجي هسه فد افكار او من شنو او الحالات او انواع هذا النوع السيرج اوبزيرفر. اول نوع من انواع السيرج اوبزيرفر يكون عندي كوندنسر متكونكتد بين ذا لاين اد ايرث، عندي متسعه مربوطه بين اللاين والارث. طبعا في الدرس المخطط بس فكره عمل هيك نوع من انواع سيرج اوبزيرفر. انا نعرف الاكسي بمعنى عام المتسعه تتناسب تناسب عكسي ويا التردد، كل ما كان تردد عالي الموانعة حتكون قيمتها قليلة، كل ما كان تردد قليل الموانعة حتكون مقدارها عالية. احنا الاستبنس مال الموجة يعني فرونت تايم نفرض كان مقدار الزمن مالته 1 مايكرو سكند، ايش قد التردد مال الموجة؟ نعرف احنا التردد يساوينا 1 على الزمن، فواحد على 1 مايكرو سكند يطلع لنا حوالي 1 × 10^6 هرتز، رقم جدا عالي مال التردد. فبالنتيجة الممانعة حتكون قيمتها جدا قليلة. فإذا أجتنا عندنا فد موجة الاستبنس مالتها جدا عالي، الممانعة حتبديها متسعة جدا قليلة، فحيكون أفضل لها الموجة تمر وين؟ الجراوند، متمر بداخل المحولة. مجرد أن هاي الموجة تعبر اللي هي ترددها جدا عالي ويرجع خط للتردد الاعتيادي 50 هرتز، قيمة السعة مالتنا حتكون كلش عالية وتمنع من مرور التيار وين؟ إلى الجراوند. هذا أول نوع من أنواع السيرج أوبزيفر. النوع الثاني من أنواع السيرج أوبزيفر parallel combination of choke and resistance connected in series with the line، بين يكون عندي فت combination بين فت choke والمحاثة، قلب ماتها يكون مصنوع يكون هواء، وعندنا يكون مقاومة. الاكس ال عكس الاكس سي، تبدي ممانعة كلش عالية للترددات العالية وتبدي ممانعة جدا قليلة للترددات القليلة. فمن يصير عندنا لايتنج ستروك او تتقدم عندنا موجة الستب مالتها كلش عالي يعني تردد كلش عالي مثل ما وضحت قبل قليل، الاكس ال حتبدي ممانعة كلش عالية. وين حتمر التيار او الموجة؟ حتمر خلال المقاومة اللي عندنا اكس تيار ساقمتها كلش عالية. فمجرد ان تمر بالمقاومة التيار تربيع بالمقاومة حيصير عندي حرارة، فاقدر امتص هاي الطاقة الموجودة بالستبنس مال الموجة واحولها الى حرارة. طبعا هاي مقاومة خاصة الى قابلية تحمل انرجي كلش عالية، فبالنتيجة احمي الترانسفورمر مالك.
الطريقة الثالثة هي فيرنت سيرج أوبزيرفر. فيرنت هو اسم الشخص اللي استخدم أو اخترع هاي الطريقة. الفكرة ما تتكون من شنو؟ طبعا هم كلنا مفروض المعدة ترانسفورمر اللي احنا قاعد نحاول نحميها تكون مكونة من ملف قلب مالته هواء العدد من اللفات طال موجود بالطريق ومحيط به فد تيوب معدني تانك معدني ويكون متصل ويا الجراوند. طبعا هذا كان ما عندي فد محولة البرامي مالته هذا الملف والسكندري مالته يتكون من لفة واحدة ومسوي عليها شورت سيركت. فإذا جتنا عندنا موجة التردد مالته كلش عالي حيحثنا فولتية جدا عالية بالسكندري اللي هو التيوب أو التانك اللي يحطنا بهذا الملف. بما أنه شورت سيركت فحتقدر تمتص هاي الإنرجي وتوصلها إلى الجراوند. طبعا شباب أعطيناكم فد خطوط جدا عريضة للسيرج أبزيرفر، يعني احنا اكو مجلدات كاملة بس تحكي على موضوع السيرج أبزيرفر. انا بس نعطيكم نفهمكم شنو السيرج أبزيرفر، ام اذا الله سهلكم عليكم وتعينتوا او اشتغلتوا بمحطة او سب ستيشن من قلت تسأل على معدة يقولوا هاي شنو، يقول لك سيرج أبزيرفر. انت عندك فد فكرة شنو معنى السيرج أبزيرفر. زين البروتكتيف ديفايس وين نخليه؟ دائما احنا البروتكتيف ديفايس خليها كلش قريبة من المعدة او الجزء اللي احنا نحاول نحميه. ليش تلاحظوا دائما اقول الترانسفورمر؟ لان الترانسفورمر هي اذا كان من جهة التوليد جنريشن او من جهة التوزيع هو اخر معدة قبل ما نوصل الى اللاين، او اول معدة حتتقبل الموجة قبل ما ندخل الى ستيشن او الى ستيب ستيشن. هذا الموضوع ما حقدر نفتهمه اذا ما ناخذ المحاضرة ان شاء الله من الاسبوع القادم. الاسبوع القادم حيكون عندنا موجة على ترافلينج ويف من ترانسميشن لاين، ورا ما نخلص هذا الموضوع ترافلينج ويف حنقدر منشرح لكم هذا الموضوع الموقع مال البروتكتد ديفايس هو لايتنج ارستور او لايتنج او سيرج اوبزرفر، نقدر نفتهم هذا الموضوع. أتمنى أن استفدتوا من المحاضرة، إن شاء الله نلتقيكم بالمحاضرة الأسبوع القادم. إلى اللقاء.